في هذا الكلام فتوى مضمون. صلاة بجلال، المريض بكبوسة بجلال، صلاة عيد الفطر بجلال، صلاة عيد الأضحى بجلال. سكران سودا بغازا براندي سنة سودا سنبيلان بولان. سنبيلان بولان بسي على براندي سنة. سنبيلان بولان بسي على براندي سنة. صبر سكران بسي على براندي سنة. الله أكبر. سنبيلان بولان بسي على سنبيلان بولان قران غازا تكا بجلال. تيجي على حكنا، تيجي على بينو، تيجي على نسري، تيجي على بنزل. سنبيلان تيجي على نسان. سمعني في هذا منهم تسرى والله خليل بالبوء في كميسة منهم كان بريد منهم داري أي الهجاب يلمعه في موسم الهجاب هبي سكران موسم بلاس تدادة أي الهجي تدادة منهم يكون سكران منهم داري أي الموت السم تدميسة منهم سكين بيرون كمان منهم بيتو سوساس كاري تسرى سبيلان بولان تنكر دي جنان تنكر أنا مكنان بجمال بابا كانوا بيسا كانوا تنكر دي جنان ساتو هالي أنا هو هالي بيسا تنكر بيسا يكو بدون بجمال أهرام قاسا سبيلان بولان تنكر دي جنان سبيلان بولان تنكر أنا مكنان الله كتشين سكران بنكر كرنا لابا وران دي سنة بنكر كرنا لابا إنكو مكان كرنا لابا كرنا لابا إسرائيل على الله سودة تدرك بنته سمعني سودة كريم بنته وانتي سنة بدر سودة بانتظار في يوتيوب سودة كريم بنته وانتي سنة تابي بنته وانتي سمعي سكران سيدة بيسا ماسو سودة سمعي مصر بلا ما سودة سمعي مصر إبراد إيكو بدارة فلسطينة لا بدارة مصر بدارة فلسطينة بلا ما سودة سمعي مصر كلام بر كلام بنته وانتي ما وصل أو سيدنا أبا سيدنا رئيس الدار إسرائيل على طول الله الله أكبر وران كازا دي سنة أنا كتشيل بنين كان كرنا نعمار سيدنا رئيس الدار إسرائيل على طول الله سيدنا رئيس الدار أمريكا على طول الله بجمالا يكون أم كيكا دمانا أم الإسلام دمانا وران مسلم دمانا أتى لي ما مولود دوزنا دار عرب دمانا يكون لما قولوا دوزنا دار عرب بابا لماذا؟ بلوك بلاد ألاك تشيك في سنة سنة بليك يركرنا بابا بلوك بلاد ألاك تشيك في سنة بليك يركرنا سنة بخر بلوك بلاد أراد في سنة سنة خطوك كان سنة خطوك واقف فلماذا بابا؟ سوسا سكاري دي سنة سكران سنبينا بولان أراد غزا ساكي دي سكاري دي سنة تاني الحمد لله أراد غزا بس بس الحمام الله سبحانه وتعالى ترد ثلاث اياته يعني ايات الكلام من سوره الاسراء بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير ياري مجد حرام كيف؟ مجد أقصى الذي باركنا حوله ياري مجد حرام كيف مجد أقصى ترون مجد أقصى بدلق آيات الله بدلق القرآن هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كيني أدى سبوه بجلالات كتشوان تيجا مجد مجد حرام مجد نبوي مجد أقصى بكمانا يكون كنا مطلوب بدلق آيات الله ترون كنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مجد أقصى مجد أقصى كرم الله كرم مجد أقصى بركة أرض مباركة تنه مجد أقصى بركة سنة صلاة دنا مجد أقصى سريب وصلاة مجد مجد ماي أرد دي سنة بركة إيبو دي سنة بركة أرد دي سنة بركة مكان دي سنة بركة وقت دي سنة بركة سبحان بركة دي سنة أرد دي سنة بركة كما يقول كرنا عظم في سنة أمر كتير في سحافة قبل جزء بركة تونيا فلو كانوا في سحافة قبل جزء كانوا كل مهزة الله إيبو دي سنة الحمد لله بسحابة وكان بيسا سبوان يحب
أرض سياب هال سياب بلاد أنا الأم دي سنة كلام أنا الأم دي سنة أنا أوراد شهيد كلام إيه كل سنة حامل سياب وقلق أتوذوه وأتوكيك إسرائيل على الله كريكم تروبا إيهو سنة هبيس تيدي أنا نوم تالي كلام إيه كل سنة حامل ذوى بول قلق كلام أدى لي بشهيد بس يا دلالي كلام أدى لي ما أوراد لوكا بس يا دلالي كلام أدى لي ما أوراد كهنك بس يا دلالي سيدوك ايه اللي بدل الفكر سبحان الله سبحان الله سيدوك ايه اللي بدل الفكر سنوان يا جهاد الأمة الأقصى سيدا بيسا دي سنة ايه محمد سابو عمق أتنبوه أتنبيك هروس بان يا طبع سنوان يا جهاد الأمة الأقصى كازا كتشيلي مو كتشيلي سكالي كازا سيدوك ساتو جلال دي جاكرتا تابي يدل كتشيلي تو عدا دو وجود قرد بي سياب هاري إسرائيل على الله كريم بوبدي سنة سياب هاري أدى لي مبرو شهيد سياب هاري أدى لي مبرو لاهير سبحان الله سيدا بيسا هميس أوراق كازا قبل أدى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب محبتي إلى يوم الدين برام إيتو دي دلم كازا صباي هاري قيامات بو صباي هاري قيامات كان غيتو سبحان الله أوراق كازا سيدا بيسا هميس إسرائيل ما غابة يكون إسرائيل ما غصب بلقى الأوراق كذا سبوانيا سترى بلقى الأوراق كذا سبوانيا بيس عم بالبجة أقصى بوان إسرائيل سبب إيدي فكر أوراق كافر إسرائيل أوراق كافر كلام أوراق كافر فكر أربع فكر شدة من يأيي أجل تيد أنا فكر هالقيامات سبوانيا فكر كدنا من دنيا إيدي أجل ما هو بلقى الأوراق كذا سبوان سترى ملكي الأوراق كذا سوى قبل المجد أقصى بوات إسرائيل تهبي إن شاء الله تدى بيسا إن شاء الله أوراق كذا مسجد واحد صفاي سكران إسرائيل تدى بيسا مسجد أقصى كرم إبو كرم إسرائيل مسجد قبل المجد أقصى بوات إسرائيل تدى عدد الدنيا نادي إبو لانسل هل القيامات كرم مجد أقصى سوى هنشور طبا لانسل هل القيامات كرم إبو أوراق كذا سدير إنسان جهال أقصى لبار سكرات ودقبار كل ريم ومجال شهيد دي سنة طه كل ريم ومجال شهيد سبحان جهاد الدقمج الأقصى فبجماعة إيمو سبحان جهاد الدقمج الأقصى إيمو دي سنة كاسي أقام كاسي سكواني كاسي أيا سبحان جهاد الدقمج الأقصى كرم زي دوار مجد الأقصى هنشوف سبحان الله إلي أخوار غازة إيمو تيدي على لاي أكو هان غازة طاوية في بالي يمدي سنة كرنا كل ورقة صيا سنبوني أباسي في سنة تيجي عند جنان سنبلاد بولان تيدي على كلام ساتو كبر بدي سوصة سكاني منوك في سنة سوصة بكا سوصة ألم كتشين سكران بلين كيو كان نغفر ساتو مهاري وهاري ساتو بنتو ساتو بولان تيدي على مكة ألم كتشين فرص 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 لقي بلقى كما كده بيسا صبر على التشيء بقي ما يكون تو لي ما بقول توش نقرا عرب كده بيسا مسوق مكان بس على التشيء كده بيسا مسوق بينهم الحمد لله والشكر لله على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي رسول الله بدك محمد صلى الله عليه وسلم بدك ده طن على التشيء أنا كتير بربوان ما أبى بربوان ما هو بنتني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا كتير ما هو بنتني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله كان ضعف كان ضعيف دي سنة كان أنا كتير دي سنة دي دنا بعقل عدد وأجل أنا كتير دي سنة أنا من هذا أنا كتير دي سنة عدد وأجل أنا جهاد الطقمج الأقصى هذا حدث يوم الجزء تيد أنا لاقي اللي دلم عقل تيد أنا لاقي سبحان يا الأمر كتير يا إيمولا في الله سبحان إن شاء الله الله سيعيده مجاهد في سبيل الله إن شاء الله الله سيعيده شهيد سبحان دين سبحان الله كان يقول سنة أنا كبر أنا قام سد شهيد فلوت الغيز ستين يعني دلم راتي ستين سبحان يا ستين الطقمج يعني سبب
هذا اللي دار بحق الفهم تو أجا جهانته ما جد أقصى على حفر القرآن سبرتي إني أجا دي أنا في كلاهي أنا كتشيل برد وانج نبريا ميمولة باو بردان يا بي رسول الله باو أربع أنا كتشيل كانت أنا كتشيل كان في إيهودي مالا أبو يا أنا دي دار بحق الأنا كابو إيهود أبو يا أنا دي دار بحق الأنا كابو وبدا ما يذهب كلام جلال ججال بدون ابو تلقى هذا فكر مالي سبوني على ذلك الله قدريشي ما يذهب بك سيب هذا يسبولا دي مجل دي جلال دي روما بدون ابو لا ما يبوك سيحب يا بعض الأقار ورب فلسطين تيدا ابو ليه ما يصعب بك تيدا ابو ليه حلو الله كتير ما يذهب بك هرس عمر دوا بولو سبلو عمر دوا بولو حرام يقول لها أنا كتير ما يهبر كان الله حبي إيده مسألة سكت مادة سكت ردير سكت عقل سمان يا سكت حبي تيجي أنا من في عندي دلم حبي يكون حبي إيده برد دي شربة تيجي أقول إيه تيجي بيسا كلام برد دي شربة حبي إيده برد دي لنا سمان دي شربة يكون كان الله يدو كان الله على القلب على الشارع كيس يقول آمي مو وكان كيس يحبي كمرين aku duduk sama teman saya. Teman saya ada anak kecil umur 1 tahun. Anak kecil nangis langsung. Kasih HP. Kenapa kasih HP? Itu anak kecil belum paham. Karena itu anak di sana akal beda, fikir beda. Kalau kamu bertanya saya, kenapa anak Indonesia tidak bisa hafal 30 juz? Anak Palestina bisa hafal 30 juz? Karena anak Palestina yang umur kecil, ibu sama ayah duduk di rumah halaman baca Quran ibu. Bagaimana kalau baca satu ayat, dua ayat, satu halaman, satu surat, satu juz? Berapa bahasa ibu? Begini nilai kata di surga. Benar ibu atau enggak? Tapi ibu tidak mau duduk sama anak sama bapak baca Quran. Ibu mau kerja, bapak mau kerja, ibu mau masak. Anak sendiri siap hari mau ikan bebek mau. Benar ibu? Itu masalah ibu. Hari kiamat Allah Subhanahu Wa Taala bukan bertanya anak, bertanya ibu sama ayah. Kenapa kamu kasih HP buat anak? Itu anak kecil belum faham. Harus kamu faham anak itu. Mungkin satu jam kalau mau bisa يوتيوب ماتش صورة الإخلاص بس من الله بيهبي سامي كاني دوا كاني بيجا كاني أنا بس حافي هذي يبو تدعى وقته يبو جوبة كل هذا بس إني نصيحة أجاي أنا كشيء إنه ما بردني يا رسول الله أنا نمنيا ميمونة ربوان نمنيا ميمونة دتاني يا رسول الله وهي رسول الله صلى الله mau berdandan, silakan mau apa? Wahai Rasulullah SAW, aftina fi baitil maqdis. Aku mau fatwa untuk majid aksa. Allahu Akbar. Anak kecil, perempuan, mau fatwa untuk majid aksa? Hak beda, fikir beda. Apa yang jawab Rasulullah SAW? Belum menjawab kamu perempuan, jihad untuk laki-laki. Belum menjawab kamu anak kecil jihad untuk orang besar. Belum menjawab apa Rasulullah SAW ibu. Iktuhu fasallu fi. Ayo sebuahnya datanglah di sana, salat di sana, di dalam Masjid Aqsa, jihad di sana. Fa'inda satu salat di dalam Masjid Aqsa, 1000 salat di masjid-masjid lain. Itu wasiat Rasulullah SAW. Harus sebuahnya pergi di sana, salat di sana, jihad di sana, di dalam Masjid Aqsa. Maimunah itu fikir lagi. Karena waktu Nabi Muhammad SAW ada Zionis di atas Masjid Aqsa, tidak bisa masuk, tidak bisa salat. Bertanya lagi, wahai Rasulullah SAW, kalau tidak bisa salat di dalam Masjid Aqsa ya Rasulullah, apa yang kedua? Mungkin orang Indonesia jauh, tidak bisa pergi di sana, tidak bisa salat di sana, betul ibu? Apa yang kedua untuk Masjid Aqsa?
بيسا صلاة دي سنة، دينا بيسا جهاد دي سنة، دينا بيسا برك دي سنة، كاسي هدية أطوال مجاهد دي سنة، كاسي أبا يجو، كاسي أبا هدية، مكان صدقة، مكان دلازي يجو، كاسي هدية، كرنا هدية البيت، انفاق البيت، تقرأ مجاهد في سنة سيابات دينا بيسا بلات دينا بيسا دينو كان فضل أورا المجاهدين كل هو وجد أقصى سرعين الله لشكو وجد أقصى كان ريتو كان وقام بلينا بيسا صلاة دي سنة خمس فاق كاسي هدية أورا المجاهد في سنة بدربو إنما المؤمنون إخوة كانوا برسدراء توقع كان وقام برسدراء كان وقام شدة وجد أقصى كاسي هدية أورا المجاهد في سنة تردي لنا القرآن يقول هذا هو جهاد وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم هذا هو جهاد جهاد جيوة سمرت أوران فلسطين أوران غزة سندير جهاد جيوة سكران سودا بارك نوريه وجهاد شهيد سنة جهاد جيوة خلص قالوا جهاد هاردة بدلا بتضربوا كاسي هدية وكان صدقة siapa yang telah saudara kita di sana? Siap ibu? Belum dijelaskan. Siap? Insya Allah berada di jazakumullah khairan ibu. Barakallah.